بسم الله. لسه ما زلنا مع الماثماتيكال فانكشنز. هنعمل اكزامبل على طول. هنبقى مع اخر جروب من الجروبز اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هو الميثودز الخاصه بعمليات حساب المثلثات، يعني اللي هي التريانجلر ميثودز الخاصه بحساب المثلثات. طبعا عندنا بقى اللي هم الكوزاين بانواعها والساين بانواعها والتان بانواعها، هم دول باختصار جدا يعني. فطبعا المفروض لو انت مش عارف حساب المثلثات مش قضيتنا، لكن احنا بس مجرد ان احنا بنشوف ازاي الكلام ده بيتكتب على الكمبيوتر، بحيث ان انت لو قابلك اي معادله فيها الحاجات دي تبقى عارفها. الكوزاين طبعا اللي هي بترجع لي او بترتن ليك، اللي هو بيسميه جيب تمام الايه، جيب تمام الزاويه. فاحنا بنديله رقم وهو بيرجع لي جيب تمام الزاويه اللي انت عايزها دي. فانا هعمل كده، طبعا هاخد منها، طبعا عندي منها الكوزاين اتش، وعندي منها الاي كوزاين. دول ثلاث انواع يعني، كوزاين والكوزاين اتش والاي كوزاين. خلاص دول كده الـ بتوعنا. طبعا هنتكلم على كل واحده، بس خلينا الاول مع الكوزاين. وهقول ماث دوت كوزاين، وعشان ترجع لي جيب تمام الزاويه مثلا وليكن صفر، اول واحده نجربها. وهنجرب رقم 7 وكفايه. تعال بقى الكوزاين اتش مثلا. طبعا الكوزاين اتش طبعا بترجع لي جيب تمام الايه، الزاويه الزايد للرقم اللي انت محدده. يعني جيب تمام الايه، جيب التمام الزائد للزاويه اللي احنا محددينها. هنا النتيجه بتاعتنا هي طلعت. لا كده احنا بنعمل ري ران. لو عايزين نرن لازم نعمل ران من الصفحه ذات نفسها. احنا كده بيرن الاكزامبل اللي فات، لانه بيري ران اخر حاجه كانت شغاله عنده يعني. فنعمل كليك يمين كده ونختار ران عشان نشوف النتيجه بتاعتنا. اهو جاب لي الكوزاين، وادي 1.75 100، وجاب لي الثانيه 1.548 وكسر. تمام. طيب نيجي بقى لمين، للاي كوزاين، وده بترجع الزاويه اللي جيب تمامها الى عدد المحدد، يعني عمليه عكسيه. خلاص يعني اديها نقطه المره دي، انا بحدد بتجيب لي اديها جيب التمام وهي ترجع لي الايه، الزاويه يعني. فهديها الواحد والسالب واحد واديها صفر، ولا كفايه الواحد والسالب واحد. وتعال نعمل ري ران بعد ما حدثنا الكود ده، نشوف اللي هو الاي كوزاين هنلاقيها جابت لي 0 0، والثاني جاب لي 3.14 من 100 اللي هو السالب واحد. الواحد جاب لي بصفر والتاني جاب لي ايه، سالب 3. ماشي انا هاخد دي كده، بس جربنا الكوزاين والكوزاين اتش والاي كوزاين. هاخد نفس الكلام ده كده، كوبي بتوع الكوزاين كلهم زي ما هم بكل اللي فيهم، وهغير بقى، ابدا بقى بالبين بالساين، ساين وساين اتش والاي ساين، نفس برضو الترتيب بتاعهم. الساين بتاعتنا المفترض ان هي بترجع لي جيب الزاويه اللي احنا محددينها. فغير بس الفانكشنز بتاعتي، احط الساين واحط برضو للسبعه ساين، ونشوف النتيجه بتاعتهم. بس احنا ممكن طبعا نجرب نغيرهم كلهم ونشوف النتيجه كلها مره واحده يعني. هنا طبعا الساين برضو احط لها مثلا، خد بالك برضو ممكن تعمل فيها اي معادله ايا كانت، يعني هو عامل 30 في بي اي على 180، مفيش مشكله. ممكن طبعا ان احنا طبعا المفروض ان هي 30 في بي اي على 120 تجيب لي نص على طول، هي معروفه يعني. بس ما علينا، لو انت مش عارفها مش مشكله. اخش على ساين اتش. ساين اتش بترجع لي الجيب اللي هو الزائد للزاويه المحدده. خلاص فهنعمل ايه، ماس دوت كوزاين اتش، نفس الارقام 0 و1. واخيرا الاي ساين اللي بترجع لي الايه، العكس بتاعها، اديها الجي بتديني الزاويه. فجابت لي نقط زي ما احنا شايفين، الاي ساين ب 0 و 3.14، وهنا 1.54، وهنا 49.65. ماشي مش مشكله، مش عايزك تركز معايا في الارقام، احنا بس بنقولها للناس تبقى عارفه، اللي عايز تستخدم الحاجات الخاصه بالايه، بالحاجات اللي هي خاصه بحساب المثلثات، تبقى عارفه ان الميثودز دي موجوده. بس نجربها بس كده ونرنها قدامنا، مش اكتر من كده. تعالوا ايه نجرب بعد كده التان. التان لما نيجي نتكلم عليه، التان في عندنا تان، وفي عندنا تان اتش، وفي اي تان برضو نفسي زيهم بالظبط، بس في اي تان وفي اي تان 2. فهاخد كده كوبي من الساين، وتعالى نعمل بيست
ونغيرهم عشان يبقوا ماشيين مع مين؟ مع الفانكشنز الخاصة بالتان. فهكتب هنا تان، وطبعا الشرح بتاعها هي المفروض بترجع لي ظل الزاوية اللي احنا بنحددها، هي خاصة بالظل بتاع الزاوية، والتان اتش والاي تان، وهناخد من الاي تان كوبي وهنعمل منها حاجة اسمها اي تان 2. خلاص دي فانكشن برضو من ضمن الفانكشنز الخاصة بالعمليات الخاصة بحساب المثلثات. هبدأ في التان، قلنا ديت خلاص دي بترجع لي احنا قلنا ايه بترجع لي، وفي هنا غلطة، هنا بترجع لي الظل الزايد للزاوية المحددة. لو انا كانت هي التان بترجع لي ظل الزاوية، ودي بترجع لي الظل الزائد لمين؟ للزاوية المحددة، ودي بترجع لي الزاوية للعدد اللي احنا محددينه، وفي الاخيره بترجع لي الزاويه اللي من خلالها بقدر اجيب الايه الرقمين اللي هبعتهم لك. انا خلينا نتكلم على الاي تان 2 في الاخر، انا بس هغير الساين واغيرها لتان، وتعال نحط فيها رقم عادي مباشر اللي هو مثلا 1 و 0 دي في التان، وفي التان اتش هنحط مثلا خلينا بس تان اتش على طول، غير كلمه كوزان اتش دي خليها تان اتش اللي هو الظل الزائد للزاويه المحدده. طبعا فوق كان في تان وفي ساين، دي غير الساين دي خليها تان. وتعالى بقى للاي تان اللي بترجع الزاويه اللي ظلها العدد اللي احنا بنحدده برضه على 1 وسالب 1. واخيرا الاي تان 2، الاي تان 2 طبعا بترجع لي الزاويه اللي ظلها عباره عن ناتج قسمه العددين اللي احنا بنحددهم. فانا هديها اي تان 2 5 و5 اللي هتبقى في الاخر 1 يعني. طيب ونجرب كده، طلع لي ادي الايه الارقام، وطبعا اللي هي اي تان 2 جابت لي نفس الرقم اللي احنا كنا محددينه 1 للاي تان، وادي التان اتش والتان، ادي النتائج بتاعتنا طبعا، وعرفنا ازاي نستخدم الفانكشنز الاساسيه بتاعت حساب المثلثات.